اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنشتغل النهاردة شغل مكرمية على برطمان ازاز، اي حجم برطمان عندك. انا هشتغل على برطمان كبير، برطمان عسل، او ممكن البرطمان اللي هو بيجي فيه ورق العنب من السوبر ماركت. خيط مكرمية قطن، قصيت من الطول متر 25 قطعة، يعني 25 حبل طول متر. فدلوقتي هنبتدي هنشتغل. انا مش هشتغل على البطرمان عشان الشغل يكون سهل، انا هشتغل بره وبعد كده هحط الخيط على البطرمان. فهجيب الخيط اللي هو من الخيط مقاس متر وهثبته بدبوسين الشكل ده كده، وهجيب 8 فتلات من اللي انا قصاهم مقاس متر. هاجي اخلي الخيط فوق كده، هعديه من تحت الخيط الثابت، الطرفين اللي تحت هعديهم من تحت الخيط الثابت وهعديهم من الحلقة. دي كده اول خيطة، وبقفل الحلقة بتاعتها على الخيط الثابت بالشكل ده كده. هجيب كمان 7 فتلات، يعني انا جبت واحدة هنا، هجيب كمان 7 واعملهم بنفس الطريقة، ان انا بثني الخيط نصين وبحط الحلقة فوق كده بالشكل ده كده، وبجيب الطرفين اللي تحت بعديهم من تحت الخيط بعديهم من الحلقة اللي انا قسمها نصين، وبشد بالشكل ده كده وبعمل عقدة على الخيط وبساوي رقد ببعض. بعمل الحركة دي، انا كده عملت فتلتين، هشتغل اعمل كمان 6 فتلات بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة وحطيت 8 فتلات اهمت، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 فتلات دول يكونوا معايا 16 حبل. دلوقتي هشيل الدبابيس اللي انا حطاها في طرف الخيط واجي عند اول حبل وهحط فيه دبوس اول عقد عندي، وهشيل الدبوس التاني، وعند اخر عقدة هنا هحط برضو فيها دبوس. دلوقتي انا عندي 16 طرف حبل، هقسمهم على 4، كل 4 مع بعض، الشكل ده كده. هاجي عند الـ4 اللي هنا، همسك الخيط كده، هجيب طرف الخيط اللي على ايدي اللي الشمال على كده على الخيط، هعدي طرف الخيط اللي على ايدي اليمين من فوقيه، انا شغاله في الـ4 دولي بس، وهعديه من هجيب الطرف اعديه من تحت الخيط وهعديه من الحلقه دي، واشد الخيط على فوق بالشكل ده كده. لو ايدك خدت عليها بتبقى سهله مش صعبه. كده انا عملت مرة شمال، هعمل مرة يمين، هجيب طرف الخيط اليمين كده وعدي الطرف من فوقيه وبعديه من تحت الخيط وبعديه من الحلقة وبعمل عقدة. كده اشتغلت على الـ4 اطراف دولي، هجي للـ4 اطراف اللي بعديهم وهشتغل بنفس الطريقة. بجيب طرف خيط كده وبعدي الطرف الخيط التاني من فوقيه وبعديه من تحت الطرفين الثابتين وبطلعه من الحلقة وبعمل عقد. مرة شمال ومرة يمين، بجيب طرف الخيط اليمين بعمل بنفس الطريقة، بعدي طرف الخيط الشمال من فوقيه بعديه من تحت الطرفين الثابتين وطلعه من الحلقة اللي انا عملتها وبعمل عقد. الشكل ده كده. وبرده باجي عند الـ4 دولي بشتغل فيهم بنفس الطريقة، والـ4 دولي بشتغل فيهم بنفس الطريقة اللي عملت بيهم دول، هعملهم وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة، دلوقتي هجيب طرفين من الشمال اشيلهم بعيد مش هشتغل فيهم، وطرفين من الجنب اليمين برده مش هشتغل فيهم. هيتبقى معايا 12 طرف خيط، هقسمهم برده على 4 واشتغل بنفس الطريقة.
ان انا بشتغل طرف، بجيب طرف شمال، بعدي الطرف اليمين من فوقه، بعدي الطرف اليمين من تحت، بطلعه من الحلقة وبعمل عقدة. بعكس، بجيب الطرف اليمين المرة دي، بعدي الطرف الشمال من فوقه، بعدي من تحت الخيط الثابت، بطلعه من الحلقة وبشتغل عقدة. هكمل برضو الطرفين دول اللي هما الاربع فتلات الخيوط دول والاربعة دول بنفس الطريقة، وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة، عملت كل اربع اطراف زي ما بنشتغلهم. برضو هجيب طرفين من الجنب الشمال واركنهم، وطرفين من الجنب اليمين واشيلهم فوق بالشكل ده، كده مش هشتغل فيهم، هيتبقى معايا 8 فتلات تحت. هشتغل برضو بنفس الطريقة، هشتغل برضو الطرف ده وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة، برضو هجيب طرفين خيط على الجنب وطرفين خيط على الجنب، هيتبقى معايا 4 اطراف خيط، هشتغل فيهم بنفس الطريقة. اشتغلت بنفس الطريقة اهو، هجيب هنا هيكون معايا هنا 8 اطراف على الجنب ده، و8 اطراف خيط برضو على الجنب ده. هجيب هنا طرف الخيط اللي هنا، همسكه بالشكل ده كده، عديه من فوق ال7 اطراف التانيين، وهشتغل على كل طرف. الطرف ده عقدة، هجيب الطرف اللي تحت ده هشتغل عليه عقدتين، كده عقدة، كده التانية، كل طرف خيط بشتغل فيه على الطرف الثابت ده عقدتين، الشكل ده كده. تديني الشكل ده اهو، يبقى انا عندي هنا 7 اطراف خيط بشتغل فيهم على الطرف التامن اللي انا خدته معايا تحت الشغل، كل طرف بشتغل فيه عقدتين على طرف الخيط الثابت اللي معايا. الشكل ده كده خلصتهم، هتديني الشكل ده في الجنب. هعمل برضو في الجنب ده بنفس الطريقة دي، ان انا هاخد طرف خيط من هنا ثابت واعمل بكل طرف عقدتين. هكمل للاخر، هكمل دولي وهرجع لكم تاني. اشتغلت الجنب ده بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الجنب ده، هيتبقى معايا 8 اطراف هنا و8 اطراف هنا. انا كنت قصيت 25 فتلة، فتلة حطيتها هنا، و8 اطراف ف8 فتلات حطيتهم هنا. هعمل على الحبل ده كمان مرتين بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها ال8 فتلات دولي، يعني هعمل 8 فتلات مرتين كمان، مرة ومرة، واشتغلهم بنفس الطريقة، وهرجع لكم تاني عشان اوريكم هنقفل الشغل ازاي. واشتغلت طرفين زي بعض زي الطرف ده بالظبط،
كده خلصت كده 24 فتلة، 8 و8 و8، والطرف الخيط الثابت اللي هو فوق كده 25 فتلة اللي انا كنت قصاهم مقاس متر. هجيب البطرمان دلوقتي هحط عليه الخيط بالشكل ده كده، وهربط الفتلتين في بعض الطرفين، وهشد العقدة جامد. بالشكل ده كده، وهربط عليها كمان عقدة عشان تبقى ثابتة، بس احاول ان العقدة تكون على الاخر يعني مش في النص، علشان ما تبانش هدخلها تحت الشغل فمش هتبان معايا. فدلوقتي هدخل الطرفين دولي جوه البطرمان عقبال ما اخلص، فايدي معايا الشكل ده كده. فدلوقتي انا هشتغل على الأطراف اللي هي تحت دي، هنبتدي هنشتغل على الخيوط دي. فأنا عندي هنا طرف من الخيط ده 8 فتلات اهمت، و8 فتلات. أنا هاخد فتلتين من هنا وفتلتين من هنا، وهشتغل عليهم عقدة بنفس الطريقة، مرة يمين ومرة شمال. هعمل مرة شمال يمين، الطريقة دي كده. هروح الناحية التانية برضو عند الطرف ده والطرف ده، هشتغل برضو عند الطرفين دولي، الطرف ده والطرف ده، هشتغل برضو بنفس الطريقة، عقدة يمين وعقدة شمال. هتدي معايا برضو الشكل ده هنا في النص، هروح برضو عند النص الاخير، وبرضو اخد طرفين من هنا وطرفين من هنا، هشتغل عليهم بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. واشتغلت كل طرف هنا، ربطت الوحدتين كل وحدتين ببعض بنفس الطريقة، همت باتنين وهمت هنا وهنا. دلوقتي هنبتدي بقى نشتغل الغرزة. فهنجيب الخيوط كده، هنا عندي 8 اطراف خيط، برضو الخيطين اللي انا عملت بيهم العقدة هجيبهم عليهم، هيكون 8 هنا و8 هنا. هنا هسيب 4 عشان هشتغل بيهم هنا، 4 هنا و4 هنا، ممكن اربطهم ببعض عشان ما تلخبطش. اهمت واجيبهم فوق، ادخلهم في البطرمان من فوق هنا علشان ما تلخبطش في الخيوط معايا. يبقى انا هنا عندي 8 اطراف في البطرمان، وبرضو هسيب 4 هنا و4 هنا، وهربطهم في بعض وادخلهم برضو جوه البطرمان. يبقى انا سبت هنا 4 اطراف، ومن هنا 4 اطراف، وبرضو من التانية 4 اطراف و4 اطراف، وربطتهم في بعض. فانا هشتغل هنا، وبرضو جبت في العقدتين اللي انا عملتهم بين الوحدتين خدت الاطراف معايا اهو. هنشتغل ازاي هنا؟ هجيب طرف خيط من هنا وطرف خيط من هنا اهو، هنعمل عقدة زي ما احنا متعودين نعملها بالظبط، مرة يمين ومرة شمال، وهشد الخيط على فوق بس مش هرفعه للاخر، هسيب فيه مسافة عشان تديني فراغ حبل اللي هو ده. فبالشكل ده كده هعمل مرة يمين دلوقتي
وبعدي من تحت الخيوط الثابتة بطلعه من الحلقة وبسيب برضو الفراغ اهو، بعمل هنا العقدة جامدة عشان تمسك لي الخيط، هتديني الشكل ده كده. وحاول برضو اظبط الخيوط على قد ما اقدر، هنزل الطرفين اللي انا عملت بيهم العقدة تحت، هجيب اخر طرفين خيط اهم، هشتغل برضو بنفس الطريقة عقدة مرة يمين ومرة شمال، وبرضو هسيب طرف خيط في شوية خيط. واربط هنا العقدة جامد علشان تظبط الخيوط معايا. هتبقى بالطريقة دي كده، هتديني الشكل ده. يبقى كده هنا انا خلصت من الشغل هنا، ممكن اعمل كمان عقدة زيادة بنفس الخيط، برضو هشتغل عقدة يمين وعقدة شمال، وبرضو ممكن اسيب خيط المرة دي خيط صغير يعني على قد الحجم البطرمان اللي معايا، تدي معايا الشكل ده كده من تحت. لو انا حابة اسيبها خيوط عادية بسيبها، ما بعملش العقدة الاخيرة دي، فهتدي هنا الشكل معايا ده خلص. هاجي هنا عند الاربع خيوط التانيين اللي انا ربطتهم في بعض اللي هما بتوع في الوحدة نفسها، اربعة من هنا واربعة من هنا، همسك خيطين من هنا وخيطين من هنا، وهعمل عقدة مرة يمين ومرة شمال، مرة شمال مرة يمين المرة دي، بالشكل ده كده. هسيب الخيط اربع فتلات اهمت، وهجيب طرف من هنا وطرف من هنا، وهشتغل عقدة المرة دي، هسيب برضو شوية خيط فوق اهو، مش هعمل عقدة جامدة. بظبط الخيوط بس معايا عشان ما تبقاش متعروجة. دي معايا الشكل ده اهو، هجيب اخر طرفين خيط اهم، وبرضو هشتغل عقدة مرة يمين مرة شمال كده، عملت الشمال وبسيب برضو خيط. تكون معايا بالشكل ده كده اهي، زي ما اتفقنا لو احنا حابين نعمل عقدة كمان بنعمل، لو مش حابين خلاص بنسيب الخيط سايب زي ده كده. انا عملت هنا عقدة وهنا هسيبه سايب، يبقى اشتغلت بالشكل ده كده. هشتغل برضو على اربع خيوط هنا بالشكل ده كده، وهكمل هنا بنفس الطريقة ان انا بسيب اربع خيوط هنا اهم، واربعة من الناحية دي، وهشتغل برضو عليهم بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها هنا وهنا، هكمل الشغل بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني.
واشتغلت اهو، خلصت وكله اشتغلته بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها اول بتلتين. معانا هيكون معايا بالشكل ده كده، ممكن تربطيه الخيوط في بعض وتعملي علقة من هنا وتعلقيها في النص، انما انا هقص الخيوط الزيادة من تحت، هقصها لحد نهاية البطرمان. وهرجع لكم تاني اوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. وقصيت الخيوط الزيادة من البطرمان من تحت وهيدينا الشكل ده كده في النهاية. فكرة بسيطة وسهلة ومش مكلفة، يعني الخيط حوالي 10 جنيه او اقل كمان من 10 جنيه لان اتبقى كتير، وبطرمان من عندنا. ممكن نحط فيها شمعة وتكون واحدة مضيئة، ممكن نحط فيها ورد. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.